كل سنه طيبين يا خلاص رمضان بيولي والجمعه الجايه العيد يا رب يعيد علينا بالخير وعلى كل الطيبين على كل الاقباط المصريين مسلمين ومسيحيين على الامه العربيه كلها ويهديها سبيل الرشاد زي ما بيقولوا وينور طريقها ويعرف اهلها ان الفتنه راكده راكده وجايه جايه فيبقى اعلامها عنده مسؤوليه ويبقى اهلها عندهم رؤيه وعندهم بصيره ويبقى حكامها كمان عندهم القدرة على حمايتها كل سنة وانتم طيبين وبما ان احنا بنتكلم على ازاي ان الامة محتاجة انها تكون مختلفة فده معناه انها يكون عندها مسؤولية ده عنوان حلقتنا النهاردة ليه المسؤولية؟ لان المسؤولية ملهاش علاقة بسن او جنس او وسط اجتماعي ليها علاقة بالاحساس والفهم الحقيقي لمعنى الحياة تلاقي بنت ارجل من ميت ولد وتلاقي طفل محترم أكتر من شنبات عريضة وتتعجب وتسأل إزاي ده تربية ولا هداية ولا الاتنين مع بعض هما الاتنين مع بعض يا بخت من كانت جيناته وتربيته مدعومة بهداية ربانية يا بخته اللي قادر على عمل الصح في أي وقت وبأي تمن وحتى لو ملوش مصلحة فيه وحقف هنا سنة صغيرة الآية الكريمة بتاعت إنك لن تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء ركزوا معايا في معنى كلمه ولكن الله يهدي من يشاء المشيئه هنا مش عايده على ربنا لوحده لا تفسير الايه ديت ان الله يهدي من يشاء الهدايه لان ربنا مش ظالم يعني ربنا لو بيختار اللي عايز يهديه كان خلاص يبقى احنا هنتحاسب على ايه؟ ما هو ربنا منقينا لكن ربنا بيهدي من يشاء الهدايه يعني انت لو عندك الرغبه دي لو عندك الاحساس ده هيهديك هيساعدك فحبيت بس اقف هنا لحظه علشان نقول تاني ان المسؤوليه جينات وتربيه وهدايه يا بختو اللي شايف حقيقه الدنيا وان وجودنا فيها كان اساسه الاعمار مش الاتلاف ويجي السؤال الاهم ازاي نعود عيالنا على تحمل المسؤوليه بالكلام الصادق بينك وبينهم ايوه ما تكذبش عليهم كلمهم بمستوى عمرهم وسنهم وبسط ليهم الحياة علمهم القناعة فهمهم معناها علمهم الرضا وقوي عزيمتهم فيها وضح لهم حقائق الحياة اللي بيعيشوها معانا من غير تهويل ولا تهوين ما تحملهمش اللي فوق طاقتهم ومن صغرهم عودهم يبقوا مسؤولين عن شيء حتى لو كان بسيط هدومه قطه ترتيبها اخواته الاصغر منه توزيع الفايب من اللبس يفتكر مناسبات لازم يعيد فيها على العيله وده يحتم انك تحترم عقله وكلامه وفكره وتشجعه يقول ويختار الالفاظ وتصحح بصبر وحب وعينيك على بكره اللي هيكبر فيه علمه يعني ايه ان المسؤوليه في الاساس حنان على اللي حوالينا ما هو لو انا شاري دماغي من الدنيا وكل اللي حواليا لا يمكن اهتم ولا احن على حد كان عندي اب علمني ان الرجوله مش راجل بس، الرجوله انسان. علمني وانا جنبه ان الكلمه اقوى من العقد والكبير كبير بحنيته وقدرته على انه يحاوط ويطبطب وان الحياه من غير عطاء ما تسواش. وكان عندي ام علمتني ان الامومه مش للولاد بس ان الامومه للدنيا واللي فيها والكل محتاج ليها حتى لو شيوخ، حتى لو عندهم كنوز الدنيا، حتى لو رجاله بشنبات. ساعات الكلمة بتبقى أغلى من مغارة علي بابا وهكذا يا سادة هي المسؤولية حنان واهتمام وتفاني وعطاء ودي حاجات بقينا بنفتقدها قوي في حياتنا النهاردة بقت شحيحة عزيزة رغم أننا مسؤولين قدام نفسنا وعن ولادنا وعن مجتمعنا وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته بس احنا بننسى والدنيا بتاخدنا الفيلم اللي هنشوفه النهاردة فيلم بسيط بس يحسسك يعني ايه مسؤولية ويعني إيه إن المسؤولية مش إن الواحد يبقى ناشف وعنيف وخلاص بيعمل اللي عليه، لأ إنه يبقى عنده قلب. تعالوا نشوف الفيلم ده. <applause> छोड़ा है स्कूल अब ऐसा है जाके पूरा कमरा साफ कर दो ये लो तुम्हारे पैसे और सीधा शर्मा आंटी के पास जाना वहां बहुत कम पड़ा है हाँ ये पैसे ले लो और कल टाइम पे आ जाना ठीक है طبعا لازم يكون هو ده التغيير بعينه الفيلم بسيط قوي من الهند او بنجلاديش الحقيقه معرفش جنسيه الفيلم لكن اول وانا بدور عليه يعني فيصل في الاير بيس بيقول لي ده من الهند ماشي معرفش المعلومه دي لان وانا بتفرج على الافلام بدور عليه لفت نظري حاجه واحده بس ان الولد هو واخته بيشتغلوا في بيت علشان يصرفوا على نفسهم الولد بيخدم بنت صاحب البيت وبيحط لها الزمزميه واخته بتجري وراها كل يوم يعني ووصلها المدرسه وبعد كده يرجع ينظف البيت هو واخته وبياخد مقابل لده وبعد كده يروح يبيع البالونات آه المليانه بالغاز آه في الطريق ويحوش حلمه ايه حلمه يبقى عنده عجله منى عينه ايه يبقى عنده عجله رؤيته كل يوم في الشارع للناس اللي راكبه عجل دي بتزغلل عينيه ولد عمره ما يزيدش عن 10 12 بالكتير قوي 13 سنة بالكتير يوم ما يكمل سعر العجلة من شغله في البيت وشغله في بيع البالونات يجري علشان يجيب العجلة اللي نفسه فيها لو خدتوا بالكم من لقطة هو وأخته حفين وياخد أخته الصغيرة معاه ويروحوا يشتروا العجلة بس وهو بيشتري العجلة يلاقي بنت تانية لابسة لبس مدرسة ولابسة جزمة للمدرسة فيبص لأخته ويستخسر العجله في نفسه ويقرر ساعتها ان هو يدخل اخته المدرسه ويجيب لها لبس المدرسه ويبقى كل يوم بيوصل بنت صاحب البيت اللي بيخدم فيه ويوصل اخته المدرسه ويكمل هو حياته حتى لو ما اتعلمش هي دي المسؤوليه هو ده الاحساس اللي للاسف مش موجود عند كل الناس هو ده الفهم الحقيقي لوجودي في الحياه انا كده بتحملي المسؤوليه بعمل التغيير بصنعه أيوة بصنعه بصنعه الحياة يمكن مش حياتي بعمله الناس يمكن مش أنا ببديهم على اختيارات مش بتاعتي يمكن ما تفيدنيش في حاجة هو ما تعلمش هو ما ركبش العجلة هو ما راحش المدرسة هو ما جابش اللي نفسه فيه لكن في النهاية هو عمل اللي كان لازم يعمله هو حس بالمسؤولية تجاه أخته الأصغر منه وفي آخر مشهد في الفيلم وهو بيدخلها المدرسه بيشوف ولاد راكبين العجل وبيجروا قدامه يبص لهم شويه وبعدين يبص لاخته اللي تصر انها تعمل له باي باي او تسلم عليه قبل ما تدخل المدرسه بتاعتها فيحس ساعتها بالفخر بالزهو. الفيلم يا ريت اللقطه الاخيره لو يعني زمايلي في الاخراج يعرضوها اللي هي لقطه الزهو لقطه الاحساس انه عمل حاجه. المسؤوليه كمان كده المسؤوليه انك فعلا بتعمل حاجه المسؤوليه انك ليك قيمه المسؤوليه انك في ناس ممكن ما تطلبش منك المساعده ممكن ما تقولكش هي عايزه ايه لكن هي من غير ما تطلب انت بتمد ايد المساعده وتحس انك مسؤول عنهم احنا محتاجين الاحساس ده قوي على مستوى الفرد وعلى مستوى المسؤول وعلى مستوى الحاكم وعلى مستوى الام في بيتها وعلى مستوى المدرس في المدرسه هي دي اللقطه اللي بحكي لكم عليها. مقارنه بسيطه للحظات ما بين حلمه في العجله واخته اللي دخلها المدرسه ودفع لها فلوس العجله اللي كان هيشتريها. فيرجع ويقول تاني ببساطه وتلاقي كلمه مكتوبه على الشاشه ايوه انا التغيير لان الفيلم ابتدى بسؤال هو انا التغيير؟ هو انا ممكن اعمل تغيير؟ ايوه انت ممكن تعمل تغيير في مكانك. لو تفتكروا من اسبوع او من اسبوعين كنا بنتكلم على نصايح بيل جيتس للي عايز يغير حياته او يعني يبقى شيء في الحياه. كان في قاعده بتقول انت مش مسؤول انك تغير او ترتب الغابات الاستوائيه لكن بس غير اوضتك رتبها. اعدلها غير حياتك انت غير حياه اللي حواليك قوم بالمهمه اللي انت المفروض تقوم بيها ملكش دعوه العالم ماشي ازاي وملكش دعوه مين المفروض يعمل ايه اسال نفسك دايما انا المفروض اعمل ايه انا في مكاني اتصرف ازاي انا مطلوب مني ايه كل واحد فينا لو سال نفسه السؤال ده العالم كله هيتغير صدقوني حتى الغابات الاستوائيه اللي بيل جيتس اتكلم عليها بالمناسبه دي وانت ماشي في ميادين مصر وشوارعها هتلاقي ناس طيبة واقفة تبيع بالونات زي الولد اللي شفناه ده او واقفة تبيع شماسي للعربيات او تبيع اي حاجة لعب اطفال بالونات اي حاجة الناس دي احيانا بيبقى في ابقاء مفتوحة وراها مستنية رجوعها بهامش الربح اللي هترجع بيه لان البضاعة دي مش بضاعتهم البضاعة دي مش بتاعتهم يا يعني اما سرحين بيها لمصلحة حد تاني وحياخد في اليوم 10 جنيه 15 جنيه يا إما ان هو شريها بسعر غالي وهامش ربحه فيها ما هوش كبير ما تتشطرش عليه واشتري منه حتى لو أنت مش محتاج البضاعة دي مش محتاج بالونة لكن في طفل هتعدي عليه وانت ماشي محتاج البالونة وهتفرحه مش محتاج شمسية عربية هتعدي على سواق تاكسي طول النهار واقف في الشمس بعربيته اديها له مش محتاج يعني اي حاجة بتباع مش مهم اشتري منه علشان هو كمان ما يتحولش لشيء تاني اهو ده برضو احساس بالمسؤولية اشتري منه علشان ما يسرقش اشتري منه علشان ما يتسولش اشتري منه علشان يروح يأكل الناس اللي المفروض يأكلهم لما يرجع ما يبقوش قاعدين مستنيينه ويجي اخر النهار ما معهوش تمن اللقمة اشتري وانت عارف انك انت مش محتاج ده اشتريها وما تتشطرش عليه والنبي وتفاصل معاه اديها له بثمنه وخدها اديها لحد تاني انت كسبت ثوابين كسبت ثوابين هو ده احساس المسؤوليه اللي المفروض يكون عند كل واحد فينا في ابسط صوره صدقوني الدنيا ممكن تتغير لو كل واحد فينا عمل ده بعد الفاصل معانا واحد حس بالمسؤوليه رغم انه ما استفادش من اللي عمله بل على العكس صابوا الاحباط لكن اصر ان هو يوصل لهدفه اللي, اللي حققه نابع من إحساسه بالمسؤولية أيسم صلاح وبعد الفاصل وخريطة مصر الصحية مشوار طويل من الحدوتة خليكم معايا تحياتي رجعنا تاني الحقيقه ومعايا الاستاذ ايسم صلاح ايسم برحب بيك فورا ودغري لاني عارفه الحدوته من اولها بس اهلا بيك كل سنه وانت طيب وحضرتك طيب ما زهقتش يا ايسم ولا يست ولا است. طيب زي الفل هو ده انا الحقيقه حابه النهارده الناس تعرف الاول الاول مين ايسم صلاح والله انا بشتغل اي تي مانجر في شركه بتاع تطوير نظم طبيه بقى تقريبا حوالي 20 سنه وعاشق للبلد وحابب اخدم اهل البلد بس كده بس كده كفايه وبعد كده قررت ان انت تعمل حاجه وكنت مصر على وصولها لوزاره الصحه صحيح اللي هي انا عامل مشروع عن تطوير البنيه التكنولوجيه للتامين الصحي المشروع ده انا كنت تقدمت بيه في مبادره فكرتي اثناء الحمله الرئاسيه للرئيس الحمد لله خدت المركز الاول في الصحه والتامين الصحي من وسط ناس كتير والمشروع ده انا مطبقه بالفعل في القطاع الخاص بقالي 10 سنين مطبقه في 27 محافظه م. على مستوى الجمهوريه كلها يعني بقالي 10 سنين من سنه 2005 لغايه دلوقتي الحمد لله اثبت نجاح بشكل كويس وعشان كده كنت حابب ان انا اكبره ويطبق على مستوى الدوله يعني عشان اخدم الناس. ما خفتش من البيروقراطيه ما قلقتش ان الفكره يتقال عليها طب مش هتتنفذ بتخليني اكون صريحه اصحاب المصالح دايما من اي وضع اكيد بيحاربوا الفكره الجديده هو طبيعي يا فندم انه يحصل حاجه زي كده وطبيعي ان يكون عندنا اصرار انا بس يعني بحب ان انا دايما اشمر ايديا وانزل اشتغل بايديا من غير ما ما حد يساعدني وبحب اتحدى الصعاب قدر الامكان عشان في الاخر هو ده اللي بيجيب النتائج يعني م. فانا شايف انه ثواب علاج الناس وثواب ان ملايين الناس تبقى بتتعالج وانا اشارك في في علاجهم ولو بان انا اوفر لهم خطوتين كانوا بياخدوهم زياده الثواب ده يستحق اي حرب ممكن اخدها واي اي اي محاولات وعراقيل احاول اتعداها طب انا انا هسالك سؤال السؤال هو انا ايه اللي يخليني اعمل ده يعني انا ما انا بشتغل ومحقق الفكره بتاعتي طب ليه ادخل في مجهود زياده؟ ليه ادخل في وقت مطلوب مني زياده عشان احارب وافهم الناس الثانيه واني اوجد مساحه للفكره ديت في القطاع الحكومي؟ عشان اولا ده نمره واحد عشان اعرف اخطط في الصحه في مصر نمره واحد انا محتاج ان انا اكون اساسا عندي معلومات فالمشروع ده مبدئيا بيوفر المعلومات اللي من خلالها متخذ القرار يقدر ياخد القرار المظبوط عشان يعالج العيوب الموجودة يعني فدي نمرة واحد احتياج البلد للموضوع مش بس على مستوى المعلومات لا على مستوى كمان ان انا ابقى بوفر للناس اجراءات كتير ومشقة وتعب هم بياخدوه يعني انا فاكر ان كان في حد كان بيتكلم في, في اجتماع ما مع السيد الرئيس إنه بياخد ثلاث مشاوير مختلفه هي كانت بنت معاقه يعني كانت بتاخد ثلاث مشاوير مختلفه في ثلاث اماكن مختلفه عشان بس تطلع ورقه عشان تعرف تاخد العلاج بتاعها مم. طب لو انا قدرت امكن الموضوع ده واوفره هوفر عليها المشاوير دي كلها طبعا. ده بالنسبه لي انا كعيسى ثواب انا محتاج ان انا اخده أه وملايين الناس بيعملوا الكلام ده مم. فانا اتعشم واتمنى من ربنا سبحانه وتعالى ان هو يبقى بيرزقني بالثواب ده انا مش محتاج من كده هو ده عشان كده انا مقدم المشروع بتاعي مجانا للدوله أه أه زائد بقى حاجات تانيه كتير منها مثلا انه انا مش مقدمه كشركه انا مقدمه كفرد هم. فبالتالي انا هبقى محتاج تيم من جوه وزاره الصحه هو القائم على الكلام ده هم. مش هنعمل اوت سورسنج او مش هنعمل ان احنا نجيب شركه من بره هي اللي تعمل لنا الكلام ده وتبقى الشركه ف... بتاخد فتشغيل المشروع يبقى بايد ناس تتطور هي كمان من جوه الوزاره نفسها بالظبط بالظبط انا بقى لي تقريبا ست اشهر مع مع وزاره الصحه أه أه وبروح مركز المعلومات بتاع بتاع وزاره الصحه من بعد ما قابلت معالي الوزير السيد الوزير قابلني وقابلني مقابله أه رائعه الصراحه يعني من حوالي من حوالي ست اشهر أه تقريبا أه أه وكان بيدفعني بشكل كويس قوي وكان بيدعمني جدا أه كمان الصراحه من الناس اللي كانت بتشجعني وكانت هي اللي سمحت لي اصلا ان انا اكون في مركز المعلومات واطلع شغل واحاول افيد البلد يعني بخبراتي أه مهندس طارق سعد برضو كان كان شخص داعم جدا 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 وتعلمت منه كتير خليني اسالك سؤال يا عيسى يا بس هجاوب عليه بصراحه عطل. نسبه المعوقين كانت قد ايه المعوقين مش المعوقات يعني في اسمين انت قلتهم الحقيقه ان هم هم اوكي اقتنعوا بالفكره وزير الصحه والمهندس طارق سعد صحيح مش عايزه اعرف اسامي المعوقين لكن عايزه اعرف نسبتهم كانت قد ايه وده هدفي منه حاجه ثانيه خالص بس قول لي الاول نسبه المعوقين كانت قد ايه لا هي نسبه المعوقين في خلال الستة شهور اللي انا خدتهم دول كانت بسيطه الحمد لله يعني لا تتعدى قبل ال... شهور يا عيسى لا قبل ستة شهور انا عديت بثلاث لجان والحمد لله اثبتت كفاءتي <applause> في الثلاث لجان ولكن آآ آآ يعني يعني بعد ما اثبتت كفائتي في الثلاث لجان الحمد لله يعني وطلع التقرير محترف من من معهد قومي الإداره بان انا مقدم قاعده ممتازه تصلح لانها تطبق على مستوى الدوله، محتاجه بعض التعديلات الشكليه ولكن تصلح انها تطبق على 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 مستوى الدوله. اكتشفت ان في في الاخر شركه هي اللي عملت الجزء من المشروع اللي انا كنت بتكلم فيه. فبقول ان معوقين كانوا في حدود ال في 20% بكتير ولكن في اسماء كثيره غير الاسم اللي انا قلتهم كمان زي دكتور محمد معيط، زي دكتور احمد سعفان، لا دول ناس كانوا داعمين جدا و, و, و أنا بتكلم على مساعد الوزير للشؤون المالية والإدارية، بتكلم عن رئيس القطاع العلاجي المسؤول عن المستشفيات وزارة الصحة كلها، لا ناس متحمسة وناس داعمة فعلا، ولكن برضو المعوقين مش بس أشخاص، المعوقين كمان قوانين. المعوقين قوانين. وهو ده اللي محتاج يتطور، الجهاز الإداري للدولة أكيد كلنا عارفين إن هو فيه مشاكل كتير. آه. وأكيد عارفين إن السيد الرئيس بياخدوا خطوات واسعة وكبيرة. والجهاز الإداري مش قادر يلاحق على الكلام ده. طبعًا. بعد الست أشهر دول أنا اكتشفت هو ليه مش قادر يلاحق. أه مركز المعلومات اللي أنا كنت بتكلم عنه اللي أنا بروحه يعني أه في فيه كمية كفاءات رائعة جدًا. ولكن ما فيش الثقة في إن الناس دي تقدر تعمل حاجة. قادرة إنها تشيك بالظبط. فما بيتحملش عليهم حاجة. فبالتالي ما بيستخدموش بالشكل الأمثل. اه. فبقوا بالنسبة لي أه أه تكلفة. وفي المقابل مش قادر اخد منهم الانتاجيه اللي هم فعلا قادرين ان هم يعملوها. وبالمرور الوقت هيتحولوا لموظفين بيروحوا ياخدوا مرتباتهم ويروحوا. ده برضو من ضمن المعوقات والمعوقين م. ان يكون في موظفين بي... بياخدوا مرتبهم وبيروحوا تحولوا الى تكلفه وما فيش انتاجيه. م. ففي من الامثله دي بقى في كل الوزارات مش بس بتكلم على وزاره الصحه لا في كل الوزارات في كتير. و... و... ودي مشكله انا مش عارف السيد الرئيس هيواجهها ازاي يعني الصراحه ولكن لازم تتواجه لان هو ده الحل الوحيد عشان نقدر نطور البلد ونطور اداء الجهاز الحكومي. طيب خليني اقول لك انا ليه كنت بسال السؤال ده؟ كنت بساله لسبب بسيط بس او لحاجه بسيطه هي فكره ان ما فيش حاجه سهله في الحياه، يعني اللي عنده حلم ما بيبقاش قاعد كده على كنبه ويحلم فالحلم يتحقق او يجي له مصباح على الدين. اللي عنده حلم لازم يسأل آه يعني يسعى عليه جامد ويشقى عليه جامد صحيح <applause> ويبقى مدرك ان الطريق مش مفروش بالورد بس كده فكنت عايزه اعرف نسبه بس انت قلت لي ان في 20% بس انت ما حاجه كده يا ايسر لا والله يا فندم بس بس مش لازم اواجهها <applause> اعلاميا يعني <تصفيق> <تصفيق> زي الفل انا عايز اعرف وتشرح للناس معايا هي فكره المشروع ده ايه يعني <applause> يعني ايه خريطه صحيه تفيد مصر في ايه صحيح الخريطة الصحية اللي أنا مطرحها دي آآ آآ أو منتج من المخرجات اللي هتطلع من المشروع م. المشروع هو مشروع تطوير البنية التكنولوجية لتأمين الصحي لهيئة التأمين الصحي م. هيئة التأمين الصحي بتشتغل في أغلب شغلها يعني بشكل ورقي أغلب الوقت وده ما بيدينيش أي معلومات اللي أنا بطرحه هو مشروع لتطوير وما كانت التأمين الصحي بمعنى أن الهيئة التأمين الصحي هيكون عندها موديول أو برنامج منظومة المنظومة دي راكبة عندها جوه جوه إدارات التأمين الصحي وفروعه وكمان عندها موديولز تانية راكبة جوه المستشفيات اللي بتتعامل مع التأمين الصحي وحاجة جوه الصيدليات اللي بتتعامل مع التأمين الصحي وحاجة جوه المعامل وهكذا كل الأطراف حتى المواطن نفسه أنا برضو حاطط له إعتبار والمواطن يقدر يخش على موقع على الإنترنت يقدر يستخرج من خلاله التاريخ المرضي الكامل والملف الطبي الكامل بتاعه يقدر يطبعوا وياخدوا معاه لدكتور خارجي الفكره في ايه احنا في حاجه اسمها ان يعني انا معلش ثانيه واحده اكتب نشوة الحوفي على موقع اللي هو الخريطه الصحيه بتاعت وزاره الصحه لما تيجي تتنفذ فهكتب نشوة الحوفي فهيطلع التاريخ آه المرضي آه هو حضرتك هتكتبي الرقم القومي مم. وبين كود بتاعك انت عشان ما حدش يقدر ياكسس على الكلام ده غير حضرتك اه يعني كمان هيبقى في آه كود رمزي بزبط. او رقم بزبط. سري بالظبط آه احطه بزبط. طيب هسالك حولك على حاجه واسفل المقاطعه بس ده عشان يعني انا والناس نفهم في 2011 كنت في تركيا في مستشفى من المستشفيات الحكوميه شفت حاجه لطيفه قوي العيال لما بيدخل على باب المستشفى فيه جهاز كمبيوتر هو بيعمل فيه اللي انت بتعمله ده فهو الجهاز بيروح طابع على طول يعني عند الكاونتر أيوة. اول ما بيروح الكاونتر بيلاقي الريبورت بتاعه انطبع الممرضه طبعته صحيح. وبتوجهه للعياده اللي هو المفروض يكشف فيها صحيح ده هنلاقيه عندنا ده أه ده فانكشن من ضمن الفانكشنز اللي انا بقدمها بالفعل الميكنه بتشمل ان الراجل وهو داخل بيتاخد تايم ستامب على دخوله م. عشان اعرف هو دخل العياده امتى دخل من الباب امتى؟ ودخل كشف عند الدكتور امتى؟ والدكتور خد وقت قد ايه وهو بيكشف عليه؟ فاقدر اعمل تحليل وأناليسز وحاجه اسمها كي بي ايز او مؤشرات اداء عشان اعرف اداء الـ 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 الجهه ديت جهه تقديم الخدمه الطبيه أداءها عامل ازاي؟ واقارنها بجهه تانية فاعرف وقت الانتظار بتاع المريض، اعرف هو بياخد قد ايه مع الدكتور، الدكتور فعلا بيكشف عليه ولا الدكتور ما سمعش اصلا هو بيقول ايه وراح كاتب له اي حاجه وسابه ومشي. آه آه المشروع ليه فوائد كتير على مستوى تس تسهيل الاجراءات على مستوى ان انا اعرف بالظبط التكلفه بتاعتي رايحه فين م. ومن هنا اقدر اخطط الموازنه الجديده بتاعتي رايحه ازاي آه يعني انا كنت... قد ايه ومحتاج قد ايه بالظبط على وجه التحديد وبالتالي اقدر اجدول الرقم ده انا هوصل له خلال سنه او خلال سنتين او 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 بس بعد ما اعرف اصلا انا محتاج اتكلف كام بشكل حقيقي وعلى وعلى ارض الواقع آه ده في شق المعلومات ولكن في شق التسهيل بقى هنلاقي مثلا ان المواطن وده حاجه انا حاليا كنت شغال فيها برضه مع مركز المعلومات في اطار تطوير آه آه معهد القلب مم. معهد القلب هيك عارفه ان هو بيحصل فيه تطوير كبير في الفتره الحاليه مشارك فيها القوات المسلحه مم. احنا كنا بنحاول نعمل حاجه يبقى في موقع على الانترنت وكول سنتر الناس بتحجز فيه قبل ما تروح اصلا فحضرتك هتلاقي الناس اللي جايه من المحافظات بس و... هو اساسا يا سامع معلش مع احترامي يعني وصحح لي يعني اذا انا مخطئه معهد القلب مشكلته ان هو الـ الـ السعه بتاعته الكباسيتي بتاعته اعلى بكثير من امكانياته وبالتالي مثلا بتلاقي قائمة الانتظار بتبقى لست شهور ولسنة فهل احط الناس على ويتنج ليست يعني الناس تحجز قبل ما تيجي فتتحط على قائمة انتظار للكشف كمان غير العمليات معهد القلب تقريبا احنا بنتكلم على 200 الى 250 الف كشف في السنة مظبوط اه اه ده, ده غير العمليات صحيح ده غير العمليات صحيح الرقم ده رقم كبير ولكن جزء من 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 الفوضى اللي بتحصل على مستوى العيادات الخارجيه تحديدا والكشف ان الناس بتيجي من المحافظات وتستنى وتفضل مم. انا اسف في اللفظ مرميه في العياده مثلا هتخش تكشف وفي الاخر الدكتور بيخلص الكباسيتي بتاعته او الـ او الساعة, الساعة, بتاعته. الساعه بتاعته وفي الاخر ممكن يتقال للناس دي والله يروحوا لانه للاسف النهارده مش هينفع تكشفه على أقل تقدير لما الراجل يبقى جاي على ميعاد محدد مم. وعارف ان هو هيدخل يكشف هوفر عليه انه يجي مرتين ثلاثه من المحافظه ويسافر طب اللي في النجع ده اللي في النجع اللي في الكفر اللي اللي في قريه هيعرف أيه. يعمل ده ازاي؟ عن طريق كول سنتر زي ما انا عامل الحجز ده عن طريق الانترنت انا عامل بنعمل كمان كول سنتر الكول سنتر ده وده كان بتوجيهات من السيد الوزير مؤخرا يعني انه يبقى في كول سنتر رقم تليفون الناس بتتصل عليه وهو اللي يتم لهم الحجز يقول لهم ميعادكم الساعه كذا الساعه يوم كذا الساعه كذا وتتوجهوا للعياده وهكذا ده في اطار التطوير ده لو توسع وبقى على مستوى عده مستشفيات صحيح الامور هتبقى احسن بكتير يعني يعني بص الحلم حلو, حلو. بس يعني وسهل تطبيقه على فكره آه مش مش صعب بس محتاج اراده صحيح ومحتاج كمان تطوير العنصر البشري اللي هيشتغل على ده بمعنى اني مش هينفع اطور الدنيا بهذا الشكل والعنصر البشري لسه بيتعامل في معهد القلب سي مثلا كمثال بنفس منطق الموظفين او الست اللي كان معاها يعني حاجات بتبيعها والوزير داخل عليها او الكشاك اللي رئيس الوزراء راح لقاها او القطط اللي الحقيقه كانت يعني لها برضه مواقعها واخده مواقعها ومحتلاها في قلب المكان صحيح فهو العنصر البشري هنا اخباره ايه في الخطه دي أه والله ده جزء انا ما اقدرش اتكلم عليه بشكل مستفيض يعني ولكن اللي انا شفته من 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 تطوير الصراحه أه لا هو قوات المسلحة عامله جهد كبير جدا على مستوى تطوير المكان وتطوير العيادات وهكذا. تطوير الـ الـ الموارد البشريه اعتقد ان الوزاره ليها خطه في تطوير الموارد البشريه، انا ما اقدرش اتكلم عليها لان انا مش حابب اتكلم في موضوع انا مش ملم بيه بشكل كبير. ومش بتاعك كبيري. الحقيقه بس بالضبط. بس انا حبيت الحقيقه عشان برضه لو حد بيسمعنا يبقى لازم مدرك كويس قوي ان تطوير الاله مهم بس كمان تطوير البني ادم اهم. صحيح تصوير يعني انا هرجع معاك ان الموضوع لسه كبير في الخريطه الصحيه وخريطه الامراض بتاعه المستوطنه في مصر وتقسيمك ليها بس هستاذنك ان احنا عندنا فاصل هنكمل كلامنا مع ايسم صلاح عن احساسه بالمسؤوليه واعاده تدوير المرض او وضع خريطه للمرض في مصر وخريطه صحيه بشكل يليق بينا وبادميتنا بعد الفاصل تحياتي بيكم مره تانية تحياتي بنكمل كلامنا مع ايسم صلاح حلم ان يكون لمصر خريطه صحيه تتعامل بميكنه او بالاله او بالكمبيوتر مع الامراض وتصون ادميه المريض وكمان توفر لوزاره الصحه او للدوله يعني امكانيات كثيره ممكن تكون بتهدر نتيجه ان محدش عارف مين عنده ايه ومين محتاج ايه. ايسم الجزء اللي شرحناه قبل كده هو جزء التطوير الآلي لعمليه يعني تشخيص المرض، تعامل المريض مع المستشفيات. لكن انت كمان عندك جزء تاني خاص بعمليه توزيع الامراض على الخريطه بتاعه مصر، او اللي انت مسميها الخريطه خريطه الامراض صحيح. في مصر. صحيح. ايه الفكره دي؟ والله يا فندم الحمد لله خلال العشر سنين اللي انا كنت مقضيهم يعني في القطاع الخاص على مستوى المشروع بتاعي قدرت اوصل ان يبقى عندي 12 مليون حاله مرضيه قلت طب ما افكر كده احاول اوزعهم على المحافظات واشوف انهي امراض المنتشره اكتر في محافظات ايه <applause> ومن هنا ابتدت تيجي فكره الخريطه يعني <applause> واللي ابهرني صراحه انه انه سياده الرئيس كان زمان آآ آآ في لقاء ايام لما كان كان في وزير دفاع في لقاء مع طلبة كلية الطب في القوات المسلحة كان بيتكلم على جزئية الخريطة دي م. فده اللي ساعدني ان انا اقول لا ده انا فعلا ممكن اطبق الكلام ده وفعلا الاقي حد مسؤول يسمع وتحبس الكلام ده وانتبه بالظبط صحيح فابتديت فعلا اعمل التوزيع ده فقدرت اوصل ايه هي المحافظات اللي منتشر فيها امراض ايه بشكل اكتر وعرضتها على خريطة من خرائط جوجل بشكل اوبن سورس يعني حاجة فري مش محتاج موارد وفلوس وهكذا وقدرت اعملها على شكل حاجه اسمها هيت ماب يعني المحافظه الاكثر اصابه بامراض الكلى مثلا يبقى باللون الاحمر ثم الاقل اصابه باللون الاورنج البر... او البرتقاني ثم الاصفر ثم الاخضر وهكذا هو أنت عملت خدتها ده بقى مرض مرض ولا خدتها كتوزيع الامراض على المحافظات يعني انهي محافظه مثلا بينتشر فيها أه الكبد امراض الكبد عن امراض الكلى فخدتها مرض مرض في حجمه في كل المحافظات ولا توزيع المرض على المحافظات لا خدتها مرض مرض وبعد كده فردت المرض ده على مستوى كل المحافظات وقدرت اطلع بنسبه انتشاره جوه المحافظه, المحافظة دي. ده كان على مستوى البيانات اللي كانت عندي متاحه ليا في قاعده البيانات اللي انا كنت شغال عليها احنا كان عندنا تقريبا في حدود ال الف عميل على مستوى السبعة 27 محافظه م. فكان الى حد ما يعني عينه ممثله فعلا للشعب المصري كان اعمار العملاء بتوعنا من 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 زيرو وحتى يعني من حديث الولاده وحتى 70 سنه ورجاله وستات وفي والعدد كمان كبير 12 مليون يعني مش بنتكلم على 2000 مرضين. او بالزبط. 3000 صحيح. احنا بنتكلم على 12 مليون مريض صحيح, صحيح. وفي الاخر دي عينه ممثله يعني انا لو قدرت في ان انا اعمل في وزاره الصحه نفس الشيء ويبقى عندي نفس البيانات وقدرت اوزعها في الاخر على خريطه وتبقى الخريطه دي قدام المسؤول قادر يشوف النهارده ابتدى ينتشر مرض ايه م. مع الدكتور اللي بيدخل روشته في 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 كفر شكر او في نجع مش عارف ايه مع الروشته دي بيتابديت الخريطه وبيحصل لها تحديث عشان تبين مدى انتشار المرض ده على مستوى ايه؟ على ثلاث مستويات إيه؟ ثلاث مستوى إيه؟ هي ثلاثيه الابعاد الى <applause> حد ما. اول حاجه انتشار المرض نفسه، نسبه انتشار المرض ما بين عدد سكان المركز او الاسم او المحافظه او هكذا. نمره اثنين التكلفه الماليه المتوقعه انا <applause> انا انا عشان اعالج المرض ده في المكان ده محتاج تكلفه ماليه قد كذا. <applause> نمره ثلاثه طيب امكانيات المكان ده من اجهزه ومن موارد بشريه من اطباء وهكذا ايه مقارنه باللي انا محتاجه عشان اعالج المرض ده في المكان ده؟ هم. طب هل انا محتاج اعمل موبايزيشن؟ هل محتاج ان انا اغير اجيب اله موجوده في مكان ما بتستخدمش او جهاز اشعه موجود في مكان ما بيستخدمش لدرجه انه صدى واوديه على مكان تاني واقف قدامه طوابير مستنيين ان هم ياخدوا نفس الاشعه؟ <applause> فده ده في الاخر بيبقى ده عمليه توفيق وتبديل كمان يعني صحيح صحيح للعلاج لو انا عندي ندره في علاج ما او ان انا بدل ما اجيب علاج الجمهورية كلها وهي مش محتاجاه فممكن اجيبه للعدد لل لل اللي هو محتاجه بالفعل واوزعه عليه ومحافظه ثانيه اخذ منها ادويه هي مش محتاجاها اوزعها على محافظه ثانيه هي محتاجاها صحيح انا عارف كلنا عارفين امكانيات الدوله م. فبالتالي اول حاجه نعملها ان احنا مبدئيا نحاول نعلي الكفاءه بتاعه استخدام الموارد المتاحه صحيح قدر الامكان صحيح. ده بيوفر لنا فلوس صحيح. يعني نتيجه تطبيق المشروع بتاعي لما عملت دراسه مقارنه ما قبل تطبيق المشروع وما بعده لقيت ان انا باستخدام المنظومه الالكترونيه دي بقدر اوفر 20% من 18 م. الى 20% من التكلفه الطبيه 20% اي أيوة بالظبط من ميزانيه وزاره الصحه من ميزانيه هيئه التامين الصحي اللي م. هي حاليا 6 مليار جنيه طيب الخرائط معانا صحيح اتمنى من زمايلي ان هم يعرضوها استاذنكم ادي مثلا خريطه اهي الخريطه دي كانت بتمثل نموذج يعني بروف اوف كونسبت لانتشار فيروس سي <applause> شوف حضرتك اوريدي في الدلتا هتلاقي في حاجات حمراء قوي أيوة. في حاجات الاحمر اخف شويه وفي حاجات وصلت للاور البرتقاني وبعدين الاصفر الأخضر وهكذا أيوة. أه لو وقفنا على اي ده ده متوزعه بالمراكز والاقسام يعني اسم كذا او مركز مم. كذا يعني فحت... مش بالمحافظه كمان لا ده كمان ل... ل... ممكن اوصل كمان لليفل القريه اعرف قريه ايه مصابه بعدد قد ايه واقسم ده على عدد ال... ال... السكان في القريه دي فطلع نسبه الاصابه ده كان مرض ايد معلش أيسر؟ ده كان فيروس سي فيروس سي فتركيزه هو في الدلتا واضح جدا صحيح اه, آه صحيح. وطبعا في يعني الدلتا اكتر من الصعيد اكتر من الصعيد اكتر كانت اكتر, أكتر محافظه مصابه كانت الاهليه ليها الشرقيه يليها المنيا وهكذا. طب الاخضر ده كان بيمثل ايه؟ آه دي كلها آه اقل اصابه على مستوى الجمهوريه آه. وهي طبعا زي ما حضرتك شايفه مناطق آه صحراويه يعني سينا و... و... والوادي الجديد تقريبا ومرسى مطروح. صحيح صحيح مم. هي الخريطه من تحت كمان بتوصل لغايه لغايه اسوان تحت. آه لو وقفت على اي مركز من دول فهيلاقي يطلع لي بوب اب كده يقول لي ده مركز دي محافظه الفيوم مركز إتصا رنكها رقم 38 يعني ادصا ترتيبها 38 على مستوى الجمهوريه في نسبه الاصابه عندهم تقريبا 5282 واحد مصاب مم. منهم قد كده أه أه رجال وقد كده سيدات اقدر اطلع منها كمان الفئات العمريه المصابه في المكان ده الفئات العمريه المصابه من 10 ل 20 سنه مصابين قد ايه من 20 ل 30 وهكذا اقدر اقسمهم لفئات عمريه لاحظت انا حاجتين هنا من الخريطه دي والحاجتين دول انا مش عارف تفسيرهم ايه ولكن اهل الطب بقى هم اللي يقدروا يدلونا اكثر في الموضوع ده لاحظت ان الجزء اللي ما هو أه شرق أه أه فرع أه دمياط مم. للنيل مم. نسبه الاصابه فيه اعلى من ما هو غرب فرع دمياط. مم. انا مش عارف ده دلالته ايه ولكن في الاخر الكلام ده لما يتقدم المسؤول آآ آآ من 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 وزاره الصحه اعتقد ان هو ده هيكون ليه معنى الى حد ما الكثافه السكانيه المرتفعه مثلا يمكن انا المفروض بقسم ده للوعية. على عدد السكان مم. عشان ما ابقاش متاثر بان في هنا كثافه سكان كتير آه. وهنا قليل مم. فانا بقسم عدد المصابين على عدد السكان فتلاقي لي نسبه اصابه دي هتبقى موحده على مستوى الجمهوريه. عشان احيد جزئيه الكثافه السكانيه ديت <applause> يمكن الجهات تقديم الخدمه الطبيه فيها لان حضرتك عارفه مرض فيروس سي تحديدا بيتنقل من خلال الدم يعني الدم وقله النظافه الحقيقه عشان برضو يعني الناس تبقى واعيه الدم وقله النظافه يعني الزباله بتنقل لنا فيروس سي يعني عدم غسل ايدينا بينقل لنا فيروس سي يعني استخدام حاجات مش بتاعتنا وملوثه بدم مصاب ده برضو قله وعي للاسف فلاحظت الجزئيه دي لاحظت كمان حاجه انه لما جيت ابص على مستوى التقسيم العمري المراحل العمريه لقيت ان في عواصم المحافظات ما فيش اصابه في الاطفال الا بشكل قليل جدا او في في يعني من سن 10 ل 20 سنه الاصابه قليله آه ولكن في المراكز اللي هي في الارياف بتبقى آه نسبه الاصابه في الاطفال اعلى م. ففي انا قصدي ان الخريطه بتنطق ارقام الارقام صحيح. دي ليها صحيح. مدلولات متخذ القرار يقدر يعرف من خلال اللعيب فين ويحط ايده عليه ويعالجه. اصل انت بتتكلم في جزئيه كمان المعلومه عزيزه في مصر. صحيح. والمعلومه دايما يعني تاخدها بكده بطلوع الروح يعني اللي هو ده اذا كانت متوفره. اذا كانت متوفره كمان وانا موافقك في ده. اللي انا بحاول أوف... اللي انا اعمله ان انا اوفر المعلومه دي اصلا عشان الناس يبقى عندها معلومه صحيح. ساعتها اقدر احاسبهم بقى انتوا ليه بليم... طالما عندكم المعلومه وعارفين طب ليه ما ما خدتوش قرار؟ طيب الخريطه الثانيه دي الخريطه الثانيه دي هي هي نفس توزيع برضه فيروسي ولكن آه. على مستوى المحافظات هتلاقي في في بالون كده لكل محافظه احمر واخضر وبرتقاني واصفر دي تبين لنا انتشار زي ما حضرتك شايفه في الدقهليه ثم الشرقيه ثم المنيا ثم البحيره وهكذا يبين لي انتشار المرض على مستوى المحافظات م. في خريطه ثالثه دي انا كنت عاملها على مستوى حاجه ثانيه على مستوى امراض الكلى ديت ايوه بالظبط أه. واللي اكد لي المعلومه لو حضرتك شايفه هتلاحظي انه آه النقط الحمراء اكثر اصابه بامراض الكلى هي الاكثر آه يعني مناطق صحراويه وفيها جوده المياه أقل. مش كويسه آه. فالخريطه دي ما تروحش لوزاره الصحه دي تروح لوزاره الاسكان صحيح عشان وزاره الاسكان تعالج آه 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 الميه في الاماكن ديت م. فبالتالي اوفر الفلوس اللي كنت هعالج بيها الكلى صحيح يعني المعلومات اللي بتطلع مش بس تفيد وزاره الصحه لا دي تفيد وزارات تانية كتير ايوه تفيد الدوله او متخذ القرار في وضع القرار المناسب للمنطقه المناسبه صحيح احساسك ايه ايسم وانت بتعمل ده والله يا فندم رغم انه مش كل الناس ممكن تصدقني في حاجه زي كده يعني يعني انا من خلال كلامي مع الناس أنا كل اللي ببتغيه لا أب... لا أبغي جزاءً ولا شكوراً، أنا صحيح. عايز الثواب والثواب من عند مين؟ من عند ربنا. صحيح. الناس تقول لي طيب ماشي أوكي طب ما الثواب ده أنت ممكن برضو تقدم الكلام ده بفلوس وزي ما أنت ما تعبت ومتقدم الكلام ده تاخد عليه فلوس. أنا مش اقتنع بكده لأن أنا لما أبقى ببتغي وجه الله وحده. ما هو ربنا هو اللي بيرزق. صحيح. فبالتالي أنا ببتغي الثواب. في 100% وبس وربنا سبحانه وتعالى هو اللي بيقدر الخير يعني بس م. انا كل يهمني انه انه فعلا المشروع ده يطبق في هيئه التامين الصحي لانها منظومه متكامله بقى لها 10 سنين يعني شغال على الارض يعني يعني كل عيوبها طلعت وعالجناها صحيح فكل اللي هنعمله ان انا هستخدم موارد من اللي جوه الوزاره مش هكلف الوزاره ولا مليين ده من الموارد اللي جوه وتبقى ال 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 اعاده استغلال الموارد الحقيقيه من غير ما بتكون فيها اهدار صحيح م. زائد بقى ان انا هبقى بقضي على العيب الاساسي للجهاز الاداري للدوله الجزر المنعزله. <applause> يا فندم في ادارات بتبقى بتشتغل في نفس الحاجه صحيح ولكن من وجهه نظر مختلفه بس بتعمل نفس الشغل صحيح. ونفس الاداء وفي الاخر دول يطلعوا تقرير ودول يطلعوا تقرير. طب يا جماعه لو انتوا اوريدي كنتوا عارفين شغل بعض وبتنسقوا مع بعض الوقت هيتوفر، <applause> الفلوس هتتوفر، الجهد هيتوفر صحيح وهنطلع بانتاج اعلى. صحيح. فيها فكره التيم بالظبط احنا اصل احنا بتوع الكتف الشرعي واحنا بتوع ثقافه احنا محتاجين نتعلم حاجات كتير بس احنا فعلا ثقافتنا بقالها كتير كده الكتف الشرعي اللي هو يخرج حد من الصورة او الكتف الغير شرعي برضو اللي هو <applause> يعني يعني واحنا لطاف بنستخدم يعني مصطلحات لطيفه يقولك لك اتزنبق فده خرج خلاص ده اقرا عليه الفاتحه من غير ما نفكر ان احيانا ممكن ما تكونش واقف في الصوره اساسا لكن انت فاعل رئيسي وانت الحقيقه حد مهم صحيح. ومن غيرك يمكن ما كانتش الصوره طلعت بس مش مهم انك تكون في الصوره دي ثقافه احنا محتاجين ان احنا نتعلمها بس احنا ما كناش كده زمان آه لا الحفريات والتاريخ بيقول كده حتشبسوت شالت كل شغل رمسيس الثاني عشان هي تبقى في الصوره ثقافتنا بتقول احنا ثقافه الفرد مش ثقافه المجتمع محتاجين ان احنا نبقى ثقافه المجتمع ككل ايوه في فترات بتعدي علينا فترات الازمه بتلمنا شوف انا مؤمنه بحاجه ايسام احنا مجتمع الازمه اللي هو معجزاته تبان في الازمه لما يخاف على الارض لما يخاف على اللي هي روح ما بعدك روح بس في لحظه في ثانيه تانيه ترجع الانا تسيطر احنا محتاجين الحقيقه ان احنا ننحي الانا جانبا شويه وخصوصا في الوقت الحالي في مصر صحيح ولا احنا نقرأ كلنا اه هي مركب واحده هي مركب واحده أي ايسم انا شاكره ليك انا اللي دعائي جدا. ليك وكل اللي زيك بالتوفيق من هنا لاخر عمري ودعائي ان كل اللي بيشوفوكوا دلوقتي او بيح... بيحتكوا بيكوا في الحياه يا اما يتعلموا منكم يا اما يوسعوا الطريق لو مش قادرين ان هم يتعلموا منكم. انا كنت عايز اقول حاجه بس قبل ما نختم يا فندم. اتفضل. <applause> رسالتين. اول رساله انا ما كنتش لوحدي في مبادره فكرتي كان في كان في ناس كثيره. صحيح. كان فيه عشرة في 10 في 10 مجالات كلهم كانوا مقدمين مشاريع رائعه. الوحيد اللي نجح فيهم وطلع برودكت نهائي حتى هذه اللحظه هو مهندس اسماعيل وده كان المشروع بتاعه خاص بالمنظومه الامنيه وكان بيتعامل مع الجيش. فانا عرفت هو ليه نجح. لان هو بيتعامل مع جهه عندها انضباط، التزام، جديه و... واحساس حقيقي بان البلد محتاجه تتقدم. اسماعيل كان يعني كاتب على الفيسبوك من كام يوم انه حزين ان الوقت الوقت خلص آه بالظبط صحيح بس هو طلع مشروع انتاج حلص. وطلع مشروع والمشروع رائع وشاف مؤخرا كان عنده لجنه وشاف مؤخرا وكان رائع ولكن انا اللي ضايقني ان هو الوحيد اللي, طلع منتج الراجل اللي كان احمد مغازي اللي كان بيتكلم على مشروع في تطوير التعليم م. وكان بيقول على موارد تدخل دخل جديد لوزاره التربيه والتعليم لما راح وزير التربيه والتعليم سيد محمود نصر م. الوزير السابق قال له والله احنا حطينا الخطه الاستراتيجيه خلاص فبالتالي مش نقدر نغيرها م. بتاعت المناهج رجع لندن رجع لندن تاني اللي كان مقدم مشروع لـ لـ لمحافظه الاسكندريه لتحويلها الى مركز لسياحه رجال الاعمال حاول يتواصل مع المحافظ السابق ومعرفش وفشل رجع البحرين اللي كان احمد سعيد اللي كان مقدم مشروع بخصوص تطوير اعاده هيكله الدعم وتوفير الفلوس منه وبالتالي توفير الكهرباء كمان آه، راح وفعلا انضم مع في لجنه مع،, مع مع وزاره التموين ولكن مع الوقت الدنيا ماتت ورجع شاف مشاريعه الخاصه وهكذا فانا ادركت انه فعلا الجهه الحقيقيه اللي ساعدت اسماعيل هي القوات المسلحه وعشان كده المشروع بتاعه نجح آه، اتمنى ان شاء الله رب العالمين في وزاره الصحه انا كمان اطلع منتج نهائي يكون فعلا الناس تستفيد بيه والغلابه هم اللي يستفيدوا ده اللي يهمني باكثر حاجه تاني حاجه مسج للشباب لا تيأس إن الله لا يضيع أجر من أحسن عمله صحيح شمر دراعك واشتغل وهتلاقي عقبات وهتلاقي عوائق ما تيأس وربنا معاك طول ما أنت نيت خير وطول ما أنت عايز تحقق حاجة فعلا فعلا تخدم الناس ربنا هيساعدك أكيد أيسام صلاح انا بشكرك وبقول يا رب دايما يكتر من امثالك انت واللي زيك وتاني مره اللي مش قادر يسيبكم تعملوا يتنحى جانبا ويخليكم تكملوا بكره على خير شكرا الف شكر كل سنه وانت طيب ويا رب نتقابل المره الجايه وانت خلاص مطبق الخريطه الصحيه بالفعل في مصر ويا رب نكون حاضرين كمان يعني تطوير معهد القلب بشكل إن شاء الله كتير اشكرك ايسام الحقيقه المسؤوليه مش مجرد كلمه ده احساس ما يملكهوش غير القوي والقوه مش عضلات القوه فهم ومشاعر المسؤوليه تربيه وكل ام وكل اب مسؤول عن زرعها في ولاده يعلمهم يعني ايه جيره واهل ووطن المسؤوليه يعني عطاء للحياه كلها حتى لو نسيت نفسك في النص اكيد اللي اداك الاحساس ده مش هينساك تحياتي وخليكوا فاكرين دايما ان الحياه والمسؤوليه هي الانجاز هي العطاء هي انك تدي بلا حدود اكيد اللي اداك الاحساس ده مش هينساك تحياتي واشوفكم بعد العيد ان شاء الله تحياتي <applause>